السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى عطية، والنهاردة في هذا الفيديو هنتحدث حول كيف تحدد التدريب المناسب ليك ولدراستك. الحقيقة كتير جدا بيقول لي انا حابب اتطور، ايه الشهادات اللي اخدها، لا اخد ماجستير او دكتوراه، ولذلك حبيت ان انا اعمل هذا الفيديو عشان يوضح لحضراتكم ما هي القواعد او المعايير التي يجب ان تنظر لها وان تهتم بيها في حالة رغبتك في الوجود والحصول على تدريب مناسب في سوق العمل. هذا الفيديو هيساعدك كثيرا على وضع الكثير من الأمور أمامك. أول وأهم شيء يجب أن احنا نتكلم فيه وأهم معيار هو أن يكون لديك خطة واضحة في الحصول على شهادات أو تدريب مناسب لمجالك. حاجة كتير جدا للأسف خاصة للطلبة في الكلية، بتجد أن الطالب يحصل على شهادات كثيرة جدا في أكثر من مجال وفي أكثر من تخصص، والحقيقة أن التخصصات لا يوجد فيها أي ارتباط أو لا يوجد فيها أي نوع من أنواع التواصل والترابط ما بينه، ودي الحقيقة بتمثل نقطة سلبية جدا، نظرا لأنه في الغالب بيضيع فلوسه على تدريبات غير مناسبة ليه تماما، وكذلك بيكون لديه القدر الكافي من عدم التأكد هل أنا هذا المجال هينفعني ولا لا، فبيصرف مصاريف كثيرة جدا في شيء غير مناسب ليه تماما. ولذلك إذا كنت في فترة الكلية حاول تهتم قدر الإمكان بالأشياء الأساسية زي مثلا تحسين اللغة الإنجليزية، كل مجالات العمل بتحتاجه، كذلك تحسين مهارات الأوفيس والإكسل والباوربوينت إلى آخره، أن يكون لديك هذه المهارات الأساسية، وأكيد هتشغل وقتك كثيرا أثناء الكلية بالاطلاع في مجالك أو القراءة فيها وتحسين مستواك عشان تحصل على تقدير جيد. ده يكفي تماما مع الأنشطة التطوعية، مع أن أنت ممكن تبحث عن عمل في الصيف بشكل جزئي. أي مكان الأمور يجب أن يكون لديك هذا القدر الكافي من أثناء الكلية ألا ترهق نفسك في أكثر من تخصصات أخرى. بعد ما وضعنا الخطة تلاحظ أن واحدة من أهم هذه النقاط التي يجب أن يتم أخذها في الحسبان هو تحديد المعايير التي يمكنك من خلالها اختيار التدريب المناسب لي. أهم معيار هو معيار المجال المرتبط به. لا يمكن لأحد مثلا هو خريج قسم محاسبة أو خريج قسم تسويق يقولك أنا هاخد أداب أطفال أو هاخد في تربية الأطفال أو إن أنا أتعامل مع دبلومة تربية ذوي الإحتياجات الخاصة. طبعا مع يعني لا يوجد أي ترابط ما بين ده وما بين ده، ولذلك كتير جدا للأسف بنجد شباب يقولك أنا هاخد لي دبلومة في الديزايننج في التسويق في إدارة الموارد البشرية وأخد كمان دبلومة في الأدب السلوكي. إذن أنت بتملي السيرة الذاتية بتاعتك بشكل لا يمكن أن يكون صحيح ولا يمكن أن يكون صائب، نظرا لأن بتشتت مهاراتك وخبراتك في أكثر من مجال، فبتجد أن على كل خبرة أو كل مجال تجد واحد 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 بدل ما أنت تبني في مجال واحد ويكون 10 أو 20. ولذلك اهتم كثيرا بالمجال اللي أنت تتخصص فيه. أنا خلاص اتخرجت من مجال والنقل إدارة الأعمال، إذن أنا عارف أن أنا هدخل مثلا إدارة الموارد البشرية، إذن أنا عارف أن أنا هاخد دبلومة إدارة الموارد البشرية، أحصل على شهادة في إدارة الموارد البشرية، ممكن أحصل على ماجستير. إذن أنا حددت هذه الكورسات أو التدريبات التي يمكن أنا أخذها في هذا المجال. نقطة ممكن تساعدك كثيرا في الحصول على ومعرفة التدريبات المنافسة عليك والمناسبة ليك هو أنك تبحث عن الوظائف المرتبطة بمجالك. أنا مثلا شغال إدارة موارد بشرية على HR Supervisor أو وظيفة مشرف موارد بشرية، هجد في الوصف الخاص بالوظيفة انهم عاوزين شهادات 1 2 3، ابدأ اكتب هذه الشهادات واعرف ان هذه الشهادات هي المرتبطة بمجالي فاعمل على الحصول عليها. اذا حددنا الخطة وحددنا المجال. ثالث شيء هو ان انا احدد المكان اللي هاخد فيه هذه الشهادات. كتير جدا للأسف بيحصل على بعض الشهادات من بعض الاماكن، وللأسف هذه الاماكن لا يوجد لها حيثية او انهم بيقدموا لها هذا الامر دون ان يكون لها وزن في السوق، ولذلك حافظ قدر الإمكان على أن يكون لديك القدر الكافي من الحصول على شهادة قدر الإمكان من اسم يعتبر كبير في السوق ومؤسسة كبيرة، ولا أقصد فقط أنها معتمدة، ولكن أقصد أن لديها قوة في سوق العمل، أنك حصلت على دبلومة ونقل من الجامعة الأمريكية من جامعة كذا أو يكون لديك قدر كافي من هذه الشهادة وأن تكون قوية في السيرة الذاتية بتاعتك. الأسعار أيضا تعتبر من النقاط المحورية في اختيارك للتدريب. لا يشترط أن أنت تحصل على تدريب كبير او بمبلغ كبير، ولكن في حال ان هناك فعلا شهادة مهمة في مجالك ويجب ان تحصل عليها، حاول ان تقتصد من بعض مرتبك قدر الامكان ولا ترهق نفسك باي شيء، ولكن اقتصد شهر ورا شهر ورا شهر بحيث انك ان شاء الله تعالى تحصل على هذه الشهادة. ارجوك حاول انك تعرف ايضا الاسعار واعرف انها بتتغير من وقت الى اخر. ايضا من النقاط المحورية
في اختيارك للتدريب المناسب ليك هو انك تعرف هل مجالك بيرتبط بالشهادات المهنية ام الشهادات الاكاديمية. كتير جدا للأسف بيكون لديهم نوع من انواع ان انا اخد شهادة اكاديمية وخلاص او مهنية وخلاص، ولا يعرفوا ان مجالك قد يكون لديه القدر الكافي من الاهتمام بالشهادات المهنية اكتر من الشهادات الاكاديمية او العكس. اكبر مثال على ده هو تخصص المحاسبة. لسنين طويلة ظلت الشهادات المهنية المرتبطة بمجال المحاسبة لها وزن كبير جدا في السوق، وذلك انت لو انت خريج قسم محاسبة هتفكر في شهادة زي CMA او شهادات مرتبطة ايضا بهذا المجال. ولكن لو انت فكرت ان انا اخد ماجستير في المحاسبة جميل جدا، ولكن في سوق العمل بيركز اكتر على هذه الشهادات. مجال زي ادارة الموارد البشرية تجد انه بيركز كثيرا على ان انت واحد دبلومة في ادارة الموارد البشرية او ماجستير. اذا اعرف ما هو المجال اللي مرتبط بيك وما هو التركيز، هل هو التركيز على الشهادات المهنية ام الشهادات الاكاديمية، نظرا لان ده بيمثل فارق كبير جدا ليك. ومرة تانية عشان تعرف ده ممكن انت تبحث على الوظائف المرتبطة بمجالك وتبص على الوصف الوظيفي علشان تعرف بالظبط ما هي الشهادات المرتبطة بهذا المجال. بناء حابين نوضح انه فكرة الشهادات والحصول على التدريب بشكل مستمر يجب ان يكون لديك باستمرار وان يكون لديك عقلية التعلم المستمر، نظرا لان سوق العمل في الوقت الحالي اصبح ضاري وكبير جدا، ولذلك فرض العديد من التحديات على ان يكون لديك هذا القدر الكبير من التعلم المستمر. حاول ان يكون لديك ارتباط بعملك، ان تطلب من عملك اذا كان لديهم القدرة على انهم يقدموا لك فند او نوع من انواع الدعم في عملية التعلم دي، او انهم يتكفلوا ب 50% او 60% قابل انك مثلا ما تسيبش الشغل لمدة 5 سنوات او اي مكان. حاول ايضا انك تبحث عن اي وسائل للدعم سواء منح او كورسات مجانية او كورسات بدعم جزئي. حاول ان تكون لديك القدر الكافي من البحث اولا في عملك اذا كان لديهم القدر على دعمك، او الحصول على منح او حصول على تخفيضات لبعض النقابات الى اخره. اي مكان الوضع حاول ان يكون لديك القدر الكافي من التعلم. ونقطة محورية ايضا، اذا كان هذا التدريب متاح على الانترنت وببلاش ارجوك حاول انك توفر الفلوس دي. كتير جدا للاسف بيحصلوا على كورسات في الاوفيس رغم ان برامج الاوفيس بالكامل مشروحة على اليوتيوب ومشروحة بكافة وباللغة العربية وباللغات الأجنبية، ولذلك حاول قدر الإمكان إذا كان هذا الأمر متوفر على الإنترنت وله الكتب التي تشرحه، حاول قدر الإمكان أنك تحصل على هذه الكتب علشان توفر الكثير من المبالغ لتدريبات أخرى بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن تستغفرك أتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، ولا تنسوا في حالة وجود أي استفسارات شرفنا رد عليها في التعليقات أو على الصفحة الرسمية على الفيسبوك مصطفى عطية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.